الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. لحى الله دهرا جرعتني صروفه، لحى الله دهرا جرعتني صروفه، كؤوسا من البلوى أمر من الصبر، لحى الله دهرا جرعتني صروفه، لحى الله دهرا جرعتني صروفه، كؤوسا من البلوى أمر من الصبر، وألبسني ثوب المذلة بعدما حملت من الأرزاء ما انقضت ظهري. لحى الله دهرا جرعتني صروفه، كؤوسا من البلوى أمر من الصبر، وألبسني ثوب المذلة بعدما حملت من الأرزاء ما أنقضت ظهري، أراش لآل المصطفى أسهما بها. شو يقول هذا الشاعر؟ أراش لآل المصطفى أسهما بها، أريقت دماء منهم ليس في النزر، أريقت دماء منهم ليس في النزر، وأخلى ربوعا منهم ومدارسا بألواح والتنزيل يتلى مع الذكر، وأخلى ربوعا منهم ومدارسا بألواح والتنزيل يتلى مع الذكر، وفرق ناديهم وشتت شملهم، سوى هذا الدهر، وصيرهم نائين في مهمي قفري، فأعظم به خطبا جليلا له، غدت ملائكة الرحمن أدمعها تجري، فأعظم به خطبا جليلا له، غدت ملائكة الرحمن أدمعها تجري، غدوا بين مسموم تقطع قلبه، غدوا بين مسموم، غدوا بين مسموم تقطع قلبه، وبين خضيب شيبه بدم النحر، غدوا بين مسموم تقطع قلبه، وبين خضيب شيبه بدم النحر، أمثل حسين السبط يمسي على الثرى، تريب المحيا وهو أسنى من البدر، ألا حامل مني رسالة وامق، المن رسالة وامق إلى الحي من عليا نزار ذوي الفخر، إلى الحي رسالة وامق إلى الحي من عليا نزار، يوم جمعة ذوي الفخر، أنا بجالك جنت زينب المهيوبة، أنا بجالك جنت زينب المغيوبة، ومن بعدك صرت زينب المسلوبة، أنا بالنغار الشمس تبرالي، وبالليل القمر ما يفارق أحوالي، أمان حسين والعباس كفالي، وبسابع سمم الخدر مكتوبة،
وبسابع سم ام الخدر مكتوبه مكتوبه وعلي الاكبر على يمناي وجاسم حمل خدري ونعم بالحماي اولاد اخوتي وفاي ابن وفاي ولو طبه والحومه تصير مقلوبه شلون مقلوبه زلم فوق الزلم والخيل فوق الخيل الأرض مزلزلة والسما الذب سجيل وما ينسمع بالصوت اللي يصيح دخيل من يصقر الأكبر يصرخ التوبة والله من يصقر الأكبر يصرخ التوبة لكن غفلة وقت لكن غفلة وقت وصار مدري شلون ولن النجم مطعون بكتر مطعون الأكبر ويا جاسم والذي يرضعون روس مقطعة وأجسام مذبوبة من شفت الشمس مطروحة فوق القاع ومن شفت القمر ما بيضوى وشعاع صحت زينب يا زينب ذاك خدرك ضاع من شفت الشمس مذبوبة فوق القاع ومن شفت القمر ما بيضوى وشعاع صحت زينب يا زينب ذاك خدرك ضاع وخيامك غدت فرهود منهوب منوبة الخيام وضربة والنسوان يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي منوبة الخيام والشتمة والنسوان وضربوهن يا ابو فاضل يا عالي الشان يا سلطان الحمية يقبل السلطان يا سلطان الحمية يقبل السلطان رقية ضرب شمالها حب رقية ضرب شمالها حب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون البارحة وصلنا إلى تسمية من تسميات الشبهة في نهج البلاغة وهذه التسمية أخذتنا إذا يتذكر الأحبة إلى مبحث قرآني مهم البارحة أنطينا فكرة سريعة عنه وما كملنا وهو مبحث الزينة في ثقافة القرآن الكريم وقلنا إذا ما نسلط الضوء على هذا المبحث الإنسان يقع في الشبهة والإنسان يقع بالفتنة إذا ما يسلط الضوء على هذا المبحث لأهميته زين عرفنا الزينة أولا وقلنا مادة زينة إلها محاور في القرآن أربعة وابتدأنا بالمحور الأول ليلة البارحة وانتهينا منه لننتقل هذه الليلة إلى المحور الثاني ما أدري الأحبة يتذكرون المحور الأول يونسو تزيين الأعمال في القلوب حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم كما يعبر القرآن الكريم هذا محور من المحاور اللي استعمل القرآن الكريم هذه المادة في هذا المحور تكلمنا به البارحة وانتهينا منه محور آخر حتى مباشرة نصل للموضوع الليلة أريد أنهي هذا البحث بعد محور ثاني محور زينة السماء والأرض إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا يا بشر هاي الزينة خليناها بالأرض فتنة وابتلاء كل زينة بالأرض خليناها شنو؟ فتنة وابتلاء هاي الفتنة يو تعرفون شلون تتعاملون إياها بشكل صحيح فتنجحون
يوم ما تعرفون تتعاملون وياها بشكل صحيح فتفشلون. نقطة راس سطر. وهاي الزينة في حقيقتها ترى مو لكم، هاي الزينة للأرض وللسماء. زينا السماء الدنيا بمصابيح، مو زيناكم، زينا السماء بمصابيح وزينا الأرض لها، مفهوم؟ وزينة الأرض لها هي ابتلاء لكم. فهاي الزينة إذا رحتم بها زايد ونسيتوا أنفسكم وتركتم الآخرة وقعتم في ذلك، وإلا فقد نجحتم. طبعا هنا أنهم خلوني أقول لكم قضية، إذا الأحبة يلتفتوا لي، بزينة السماء والأرض أكو آية كلش مهمة أريد أقرأ لكم إياها بالنص، آية، ولهذا أنا أشرت عليها بالمصحف الشريف، لأن آية كلش مهمة. بأي سورة؟ بسورة يونس، آية كلش مهمة، وهاي الآية تبين مصداق الذين وقعوا في زينة السماء والأرض، يعني ما نجحوا بهذا الابتلاء، جعلنا ما على الأرض لنبلوهم، هذا الابتلاء ما نجحوا به. يا إخوان ترى هسه ما أحب أنظر هواية، في سورة الملك رب العالمين شنو قال؟ ما يحتاج تنظير هواية، أنا ما أحب أنظر هواية، أمر واقع بين بسهولة. خلينا نكمل بحثنا بسورة الملك رب العالمين شنو قال؟ لا بعد توا، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم. هنا يقول زينة الأرض هم ليبلوهم أيهم أحسن عملا. الأرض خلينا بها زينة مو حتى تسودنون بيها، يود غرقون فيها، يود تتماهون بيها، لا، حتى نختبركم نمتحنكم، نجحون يوم تنجحون. شلون الموت والحياة؟ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، نفس الشيء. في المحور الثاني لاستعمال هاي المادة في القرآن أكو آية مهمة عظيمة تبين مصداق اللي وقعوا بهاي الفتنة. شو تقول الآية؟ آية رقم 24 بسورة يونس، إنما مثل الحياة الدنيا، يا جمال الآية، يا جمال الآية، يا جمال الآية، إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. هاي حياتكم هالشكل، زين، مما يأكل الناس والأنعام. انتبه لي هنا، أنا باوع لي هنا، أنا باوع لي. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها، زخرفها، إيه إيه زخرفها، بس انتبه لي، كلش انتبه لي. أرض ما كان بيها زينة، ما كان بيها نبات، ما كان بيها كذا وكذا، رب العالمين نزل شنو؟ ماء. الماء اختلط ويا من؟ بعد ويا الأرض وكذا. لما نزل الماء الأرض شو تصير؟ تنبت وتطلع الشجر والثمر وإلى آخره. هذا الشجر والثمر دائم يو إلى فترة ويروح. حياتكم نفس الشيء، لا تنخبصون. وهاي كلها دورة ابتلاء لكم، لا أكثر ولا أقل. ولهذا عندنا بالروايات اغتنم خمسا قبل خمس، لأن ماكو شيء دائم. عندك فلوس اغتنمها قبل لا تصير فقير، على ساعة تصير فقير. اغتنمها بشنو؟ مجال الخدمة. عندك صحة شاب، استفيد من شبابك، سوي لك فد بصمة، ترك لك يعني ترك لك بصمة بالحياة قبل لا تغادرها، قبل لا يكبر بيك السن وبعد ما بيك حيل تسوي شيء. جسمك صاحي مو مريض، سوي لك فشي زين قبل لا تمرض وتصير طريح فراش وما تقدر بعد تسوي شيء. اغتنم خمسا قبل خمس بالروايات الشريفة، لأن هذا ما دائم. الصحة مو دائمة، المال مو دائم، عمرك مو دائم، شبابك مو دائم، كله مو دائم، هذا إلى فترة ويروح. شلون الشجرة؟ نفس الشيء. فن يتعظ الإنسان، فن يتعظ، ما يتعظ. شوف أعيد الآية كلش مهمة، بعدني ما وصلت للمهم، ما أريد أتعبكم. إحنا الآن الزينة كم محور صارن؟ اثنين. تزيين أعمال القلوب المحور الأول. المحور الثاني زينة السماء والأرض. زينة السماء والأرض ابتلاء يوم ابتلاء. نص الآية يقول ليبلوهم، نص الآية ابتلاء.
زين. هاي الآية بسورة يونس هي في زينة الأرض، بس شوف شو تقول. تقول: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض. زين. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. من هي اللي زينت؟ الأرض. وزينت. وعدي. شوف الآية كأنها نازلة هسه لو قبل 1400 سنة. وعيونك نازلة هسه الآية. هسه كأنه هسه نازلة. شو تقول؟ شوف: وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أسألك بالله الآن، هاي الدول الكبرى والصناعات والأقمار الصناعية ما يسموها، وهالتطور والتكنولوجيا، تجاوزوا القمر الآن، بدأوا يشتغلون على ما أعرف المريخ ما أعرف شنو، وصلوا للمريخ، وصلوا للمريخ وكذا وكذا وكذا. الآن ذولا اللي يحكمون الأرض، هذا الظن عندهم يوم ما عندهم؟ وظن أهلها أنهم قادرون. الآن هم لما هاي الدول العظمى الكبرى تروح تسألهم، الآن وصلوا لهذا الظن يوم ما وصلوا؟ الآن وصلوا يقول لك إحنا قادرون، إحنا الآن عندنا قنبلة بس ندوس زر واحد لعله نفجر الأرض كلها. مو شي ولا. القرآن الكريم يقول: وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاهم أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا. فهم في حقيقتهم قادرون وغير قادرين. يقول ظن أهلها، ظن. شوفوا شكد دقيق القرآن. إن الإنسان لا يطغى أن استغنى. هيك الآية، أن رآه استغنى. أن رآه استغنى يعني هو استغنى صدق، لو يتصور روحه صار غني. يتصور ومو غني حقيقي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت ما تصير غني لو تقتل روحك، لو تموت ما تصير غني. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يتصور صار غني. هنا يقول ظن أهلها أنهم قادرون. ظن أهلها، مشتبهين أهلها. يقول من يظنون أنهم قادرون على الأرض؟ نحصدهم هم والأرض. نحصدهم. مو هو بالبداية أول الآية يقول مطر نزل، المطر من نزل النبات طلع صار الزينة. دشوفني من صار الزينة يعني حلت الحياة، يعني صار اكو عندهم اقتصاد، دول، سلاح. من صار هذا عندهم شو جبالهم؟ هم قادرون على الأرض. القرآن الكريم يقول راح نحصدهم لو بليل يوب نهار، نحصدهم كلنا نحصدهم. يقول وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. شنو من آية هذه؟ هاي مو نازلة قبل 1400 سنة، لأن قبل 1400 سنة ما تصور أهلها كانوا يظنون أنهم قادرون على الأرض. هاي الآية كأنها اليوم نازلة بزمن السلاح الجرثومي، بزمن الأقمار الصناعية، بزمن المركبات الفضائية، بزمن التطور التكنولوجي الهائل اليوم، بزمن اللي انت ببيتك والأقمار مراقبتك، شو تسوي؟ ظن أهلها أنهم قادرون عليها. الآن هذه الاستخبارات العالمية تقول لك كل شيء نقدر نسوي. القرآن الكريم يقول أتاها أمرنا ليلا ونهارا جعلناها حصيدا. فالزينة وزينت، اجا أمرنا وزينت ظن أهلها. هنا أهلها نجحوا بامتحان الزينة يو فشلوا، فشلوا لأن ظنوا أنهم قادرون على الأرض ففشلوا. كان المفروض لما تزين يعرفون هذا ابتلاء فيشكرون الله على ذلك، مو يظنون أنهم يديرون الكون.
فإذا الزينة لنبلوهم في تلك الآية توضحها هاي الآية شلون ابتلاء. فالزينة ابتلاء، تبع شلون تتعاملوا يا هذا الابتلاء. هذا هم المحور الثاني من محاور شنو عيني؟ من محاور مادة هذه المادة في القرآن الكريم. المحور الثالث زينة الأعمال. المحور الأول زينة أعمال القلوب، لا تشتبه، هذا زينة الأعمال مو إلا القلوب. زينة الأعمال من يزينها؟ تلقى في آية الله يزين، تلقى في آية أخرى إبليس يقول لأزينن لهم، تلقى في آية ثالثة المشركون يزينون لأنفسهم. يعني هو المشرك هذا الشيء باطل أمامه، بس هو يمكيج ويقشم الروح ويقول حلو. هاي اللي زين كذا لكثير من المشركين قتل أولادهم. القرآن الكريم يعبر زين لكثير من المشركين قتل أولادهم. قتل الولد زينة، حسن جميل، أنا ما أعرف شنو اللذة من هالفقر، أنا ما قاعد أعرف يعني. واحد يقتل ابنه شنو جمالها، نفعها شنو، لذتها شنو؟ القرآن الكريم يقول هم المشركون زينوا لأنفسهم أن قتل أبنائهم بمصلحة إلهم. أنت شوف هذا البشر من يتحيون وين يوصل إلى مرحلة، مثلا ما أريد أحكي بهاي الألفاظ بس واحد دمه يحترق. شوف هذا البشر، طبعا من أقول البشر لما يتحيون هذا مو تشخيصي، تقول لي اليوم شوية شو قمت تحكي حكي، لا والله القرآن الكريم يقول ذلك مو أنا. كالأنعام، الله يقول يا جماعة، الله تعالى يقول مو أنا أقول، كالأنعام بل هم أضل. رب العالمين عبر عن بعد عن بعض مخلوقاته، عن بعض عباده عبر عنهم مثل الذين حملوا التوراة مثل حمار مو شي ثم لم يحملوها كمثل الحمار. رب العالمين عبر عن بعض عباده كالكلب تحمل عليه. رب العالمين عبر عن بعض عباده قردة وخنازير. أنا شنو؟ ما هو القرآن ايش يقول؟ شوف هذا البشر إذا نزل هالدركة هذه أو الدركة وين يوصل؟ قتل ابني زينة، يخلينا زينة يصير جميل بعينه، أن أقتل ابني حتى أنا أبقى، يو حتى الفقر ما يصير عدي، يو حتى تقل مصاريفي، فخلي أقتل ابني. فهو خلى مبرر لقتل ابنه يوم ما خلى، زين الأمر، زينه، لبسه فد لباس اقتصادي مثلا وشافه جميل ولذيذ قام يقتل ابن، فعل يزين. شو تسوي له؟ القرآن هم ذكره بصريح العبارة. إذن في القرآن الكريم في تزيين الأعمال رب العالمين يزين، في القرآن الكريم إبليس يزين، في القرآن الكريم الإنسان يزين النفس ويخدع نفسه، في القرآن الكريم أكو زينة لم يسمى فاعلها. أكو زينة شنو؟ زين للناس حب الشهوات. من الذي زين؟ ما ذكر القرآن الكريم. بعضهم قالوا الشيطان، بعضهم قالوا النفس، بعضهم قالوا كذا وكذا وكذا وإلى آخر. ما أدري واضح الكلام؟ هذا هم المحور الثالث لهذه المادة. إحنا قلنا هاي المادة كم محور بيها؟ أربعة، يعني بقالنا شنو؟ محور واحد، زينة الحياة الدنيا. الأحبة عافوني مو؟ لو ياي زينة الحياة الدنيا، زينة الحياة الدنيا. هاي زينة الحياة الدنيا هم بها موارد كثيرة، الإنسان يكون يعرفها حتى يعرف شلون يتعامل وياها. شنو الموارد الكثيرة؟ على سبيل المثال المال والبنون. المال والبنون شنو؟ زينة الحياة الدنيا. لما تكون زينة الحياة الدنيا يعني هي ابتلاء، مثل ما هناك ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، يعني ابتلاء. ابتلاء يعني أنا شلون أتعامل وياه، هذا المال اللي عندي شلون أتعامل وياه، وهذا الولد اللي عندي شلون أتعامل وياه، هذا الولد أتقرب من خلاله إلى الله لما أربيه وأتعب عليه، يو هذا الولد
من خلال أصل جهنم كما وصل الزبير من خلال ابنه كما ورد حتى ولد له عبد الله. شوفوا الزبير تعامله مع ابنه هالابتلاء هذا ما نجح به، وين وصله؟ وين وصله؟ وأكو نوح هم عنده ابن مو زين، لكن قدر ياخذ والده إلى ما وصل إليه الزبير؟ لا. أقول أخوة هسه رب العالمين من ذاكر ذني غير نعرف من ذاكرهين، يعني ما أدري الحشي شلون يصير، والله ما أعرف. يعني واحدة من موارد زينة الدنيا ولا يبدين زينتهن إلا النساء. يا أخي النساء هسه إحنا هاي صار لفترة أنا بالفتنة وبالشبهة وأجيب مثال النساء في الطلاب، هذه النساء ولا يبدين زينتهن القرآن كان يعبر إلا مثلا هذا الجانب. إنسان شلون يتعامل وياه بهذا الابتلاء؟ شلون يتعامل وياه؟ تعال أنت ما أعرف، يعني يراد لها تفكير عقيل استراتيجية تخطيط، والله القضية هيك تحتاج. ما أعرف ما أعرف. القرآن الكريم ذكر زوجة صالحة مثلا وزوج طالح، والقرآن الكريم بالمقابل ذكر زوج صالح وزوجة طالحة. ليش ذكر ذني؟ والقرآن الكريم ذكر زوجة صالحة وزوج صالح، والقرآن الكريم ذكر زوجة طالحة وزوج طالح، أبو لهب وحمالة الحطب، طالح طالح، نوح زوجته، صالح طالحة، آسيا فرعون، صالحة طالح، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما، أو مرج البحرين يلتقيان برواياتنا فاطمة وعلي، صالح صالحة. بالنتيجة أنت هاي أمامك مصاديق وأمامك صور وأمامك شو تعبر عبر، وأنت بعد شوف بمن تقتدي، شلون تتصرف، شلون تشتغل. مورد من موارد زينة الدنيا في محورها الرابع هاي المادة موضوع النساء، مورد آخر المال، مورد ثالث الأولاد، وهاي كلها ذكرها القرآن الكريم. شلون تتعامل كل ذلك؟ هاي الجانب هذا الكامل إذا ما تكون فكرته ببالك صعب تتعامل مع الشبهة، لأن الشبهة متداخلة مع الزينة كما بيّن علي في اسم من أسماء الشبهة في نهج البلاغة. أقول صعب تتعامل مع الشبهة أو مع الفتنة اللي طرحناها قبل الشبهة، لا بد تكون عندك فكرة عن الزينة. خلاصة، صار أكو عندنا زينة في الماديات، صار أكو عندنا زينة في المعنويات، صار أكو عندنا زينة في التخيلات، صار أكو عندنا زينة عرضية كقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد. كل وحدة لها طريقة التعامل معها، وكلهن ابتلاء للإنسان، وعلى الإنسان أن ينجح في كل ذلك. حتى أخلص بحث الشبهة الليلة، تسمية أخرى في نهج البلاغة للشنو؟ للشبهة. أحسنتم، تسمية أخرى لمن؟ للشبهة. الإخوة وياي ولا؟ هاي البارحة قلناها آخر شيء اللي هي المغاوي، صحيح يولا؟ زين، الآن خلونا ننتقل إلى هذه التسمية، خلنا نشوف بأي خطبة من خطب نهج البلاغة. خطبة 91، خطبة شنو؟ 91. شم عنونها الشريف الرضي رحمة الله عليه؟ يقول: ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح. اهلا وسهلا سيدي، تفضلوا حياكم الله، صلوا على محمد وآل محمد. ومن خطبة له عليه السلام تعرف بخطبة الأشباح، يعبر الشريف الرضي، وهي من جلائل خطبه. طبعاً هو كل خطب أمير المؤمنين جليلة لو أنا مشتبه، ولكن أكو خطب أعظم. شلون القرآن الكريم كله عظيم بس أكو آيات له خصوصية،
مثل آية الكرسي لها خصوصية، سورة الحمد لها شنو، سورة سورة ياسين لها شنو خصوصية، وهكذا. يعبر الشريف الرضي وهي من جلائل خطبه. أكو قصة إلها ما أريد أقراها، وقت ما عندي، إلى أن يقول مولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، يقول الله نا يتكلم عن معرفة الله تعالى. يا أخي تعال شنو تحكي، والله تحتار شلون توضح هاي المعاني، صعبة، ماذا شلون أوضح، أقسم بالله ما أعرف شلون أوضح، ما تعرف شلون توضح، حكي على ابن أبي طالب ما أعرف. يتكلم عن الله ما أدري، بس كل شيء التفتوني، هاي آخر ليلة بحثنا هذا وبكرة دي الإمام علي بعد. يقول هسه، فمدح الله اعترافهم بالعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما، وسمى تركهم التعمق فيما لم يكلفوا كذا. هنا هو القادر، الله هو القادر الذي إذا ارتمت الأوهام، شوف شو يقول، لتدرك منقطع قدرته. واحد، وحاول الفكر، شوف شلون يصعد، أول شيء إذا الوهم يحاول معرفة قدرة الله، إذا الوهم الدور صعد أمير المؤمنين، وحاول الفكر، طبعا الفكر شنو؟ ها؟ أحسنتم، الفكر أكبر من الوهم. وحاول الفكر، شو الوهم يصير بي اختلاط لو ما يصير، الوهم يصير بي خلط وخبط. الدور شي يقول، وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس، من خطرات الوساوس. إن أنا بعد مو الأوهام اللي بيها خلط وخبط، وإنما شنو؟ الفكر المبي وساوس، مبرأ من الوساوس. هذا هم إذا حاول معرفة الله، مو بس الوهم إذا حاول ما يقدر، لا حتى الفكر المبرأ هم إذا حاول يقدر، لو ما يقدر لا تستعجل. يقول وحاول الفكر المبرأ من خطرات الوساوس أن يقع عليه، على الله، في عميقات غيوب ملكوته. بعد، وتولهت القلوب. شوف انت ما ادري متابع وياي الصعود لو ما متابع. اول شيء بدا بمن؟ بالوهم. الدور انتقل لمن؟ للفكر المبرأ. صعد الدور انتقل لمن؟ يقول القلوب هم مو القلوب العاديه، القلوب المتولهه. يقول وتولهت القلوب، قلوب العاشقة المتحيرة، إليه لتجري في كيفية صفته. بعد يا أمير المؤمنين، يقول وغمضت مداخل العقول. هاي بعد وين صعد؟ للنهاية بعد. شو يقول علي بن أبي طالب؟ الله أكبر. وهم، فكر، قلوب، عقول، مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات، لتناول علم ذاته ردعها. من الذي ردعها؟ الله تعالى ردعها. الأوهام، القلوب أو الأفكار، القلوب، العقول، ردعها. وهي تجوب، نانا هاي التسمية، هاي التسمية، ردعها وهي تجوب. طبعا تجوب يعني شنو؟ تجوب يعني شنو؟ تقطع. الأوهام والأفكار والقلوب والعقول كلها متوقفة عن معرفة الله وأثناء مشيها وسيرها، ها؟ أثناء مشيها
ردعها. شنو؟ وهي تمشي. شلون ردعها؟ وهي تمشي تجوب، وهي تجوب مهاوي سدف الغيوب. السدف ظلمات. يقول شنو مهاوي؟ البارحة يتذكرون الإخوة شنو كانت التسمية؟ مغاوي. الآن شي عبر عنها؟ مهاوي. طبعا المهاوي من السقوط. من شنو؟ من السقوط. سقوط. مهاوي بالظلمات، سقوط في الظلمات. هاي أثناء ما تمشي يردعها فتسقط في الظلمات. طبعا لما تسقط في الظلمات هنا أنا راح تكون ما وصلت له أو ما أرادت الوصول إليه من معرفة ما لا يمكن معرفته بالله يكون عبارة عن شبه يوم شبه شبه. يتصورون أنها ماذا؟ أنها هي الحق، ولكنها في الواقع ليست حق. ولهذا أئمتنا أنطونا قاعدة، كل شيء تتوهمه ببالك الله غيره. لأن أنت بالك شي يريد يخلي صورة لله يخليها محدودة يا ما محدودة؟ إيش ما يكبرها تبقى شنو؟ إيش ما يكبرها تبقى إلها نهاية؟ إلها نهاية. إذا صار إلها نهاية صار حد، حد راح تعد، ومن حده فقد عده، ومن عده فقد أبطل أزله. الحكي صار صعب شوية؟ يا واضح. إتشي أتذكر بالرواية، كل ما وضعتموه في أذهانكم بأدق معانيه فالله خلافه. شلون قاعدة هذه؟ وإلا راح تصيرون مجسمة ومشبهة كما صار غيركم. لليوم، لليوم. طبعا هسه منهم واللي صار منهم هكذا، انا هسه الان بحثي مو في الملل والنحل، يعني هذا يحتاج بحث مفصل في الملل والنحل ومن المسلمين وكذا، وحكي طويل عريض ما لي خلق بصراحه الان مو محله. يعني محل الشاهد هذا يقول وهي تجوب مهاوي سدف ظلمات، مهاوي سقوط، سدف ظلمات، الغيوب اللي ما توصلها لا أوهام الناس ولا أفكارهم المبرأة ولا قلوبهم الوالهة ولا عقولهم النيرة مثلا، هاي الغيوب ما توصلها، بل ترجع مردوعة لا يحيطون به علما. نص الآية لا يحيطون به، الله محيط مو محاط، الله محيط، لا يحيطون به علما. النبي وهو سيد الأولين والآخرين في دعائه يقول له ما عرفناك حق معرفتك، ما عرفناك حق معرفتك. هذا الحكي كله يجي صعلوك جاهل بوال على عقبيه، تحملوا شوية يعني هذه الكلمات، يصير جنابه عصبي سب رب العالمين يكفر. شوف علي بن أبي طالب شنو يقول أمام هالعظمة، ويجيك جاهل لا علم لا فهم يكفر جنابه، يريد ينفس عن غضبه يسب رب العالمين. شنو تسوي هالشكل هذا؟ هالشكل هذا. فهنا الكلام صار والعنوان صار أو التسمية صارت مهاوي سدف الغيوب، اللي تخلي الإنسان يقع بشبهة خصوصاً في مجال معرفة الله. وهذا المجال مجال زلت فيه الأقدام قديماً وحديثاً. نعم. ولهذا شوفونا أمتنا عليهم السلام من كانوا بعض أصحابهم يسألوهم عن بعض هذه المجالات ما يجاوبوا. يعني واحد سأل أمير المؤمنين عن القضاء والقدر، قال له ذاك بحر مظلم كذا فلا تلجوه كذا،
انت يعني الامام علي كان يعرف القدامه مو اهل ان يجاوب، هذا موضوع خطر، مزلق قدم، هذا ما يتحمل هذا الحج ولا يفهم اصلا. قال له عوفه هذا بحر مظلم، ايش عندك داخل بي؟ عوفه الاهل هذا الحج. وهكذا في مجالات اخرى مرتبطه بعلم الله، مرتبطه ب المهم ما اريد اتعبكم هاي الابحاث، العلم التعيني، العلم الشرطي، ما اعرف، العلم التفصيلي، الفلاسفه عندهم كلام كثير بالعلم بالتفصيلات بالجزئيات، شلون كلام طويل عريض، اكو هنا ابحاث معمقه ذكرها على المنبر يشكل خطر. هذه تسمية أخرى من تسميات الشبهة في مجال معرفة الله، إذا ما تؤخذ من أهلها المعرفة بالنتيجة، أو 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 الإنسان يريد يعرف ما لا يمكن معرفته بالله تعالى، النتيجة تكون هذه في الواقع. ولهذا القرآن هم يقول وأن إلى ربك المنتهى، إذا وصلتم إلى ذات الله قفوا لا تفكروا في الله وفكروا في مخلوقاته، ورد في الرواية الشريفة، لا تفكروا في الله وفكروا في مخلوقاته. يقول هسه وهي تجوب مهاوي سدى في الغيوب متخلصة إلي، فالله الله الله، فرجعت من بعد ما ردعها، فرجعت إذ جبهت معترفة بأنه لا ينال بجور الاعتساف كنه معرفته، ولا تخطر ببال أولي الرويات، إلى آخر كلامه سلام الله عليه. وهذه تسمية شنو؟ أخرى. تسمية أخيرة، تعبتوا؟ كون أكمل هذه التسمية لأنه أختم البحث بعد حتى ما يصير ناقص حرمات. مش قد حلو هذا الكلام لو عندي وقت. خطبة رقم 17، مش قد جميلة هاي الخطبة لو عندي وقت نسولف أنا وياكم بيها، إيش قد لذيذة. سلام الله على أمير المؤمنين. في صفة من يتصدى للحكم، هاي ذكرت لكم بدايتها قبل كم ليلة، إلى أن يقول صلوات الله وسلامه عليه ثم قطع به، فهو من لبس الشبهات. فهو من شنو؟ لبس الشبهات. هذه تسمية. وطبعا هذا اللبس هم لقيت في نهج البلاغة الإمام علي بين مصاديقه، مثلا مما يقوله صلوات الله وسلامه عليه، فماذا بعد الحق إلا الضلال المبين، وبعد البيان إلا اللبس. الدور شنو يقول؟ طبعا اللبس الاختلاط. يقول فاحذر الشبهة واشتمالها على لبستها خلطها، فاحذر الشبهة واشتمالها على لبسها على خلطها، ما تجيك صافية وإنما شنو؟ مخلوطة. مخلوطة، فلما تكون مخلوطة أنت تكون يصير عندك وعي أن تفرز هذا الخيط بيها إلمن وذاك إلمن وهذا إلمن وذاك إلمن، باوع لي. زين، هذا مورد يتكلم به عن اللبس. مورد آخر هم لقيته من نهج البلاغة، يقول علي عليه السلام لعمار ابن ياسر وقد سمعه يراجع المغيرة ابن شعبة، يتناقشون المغيرة، طبعا المغيرة ابن شعبة تعرفون الإمام الحسن يقول له وأنت الذي ضربت أمي فاطمة حتى أدميتها، المغيرة ابن شعبة، وأنت الذي ضربت أمي فاطمة حتى أدميتها انتهاكا منك لرسول الله، لعنة الله على المغيرة بن شعبة. فعمار كان يتناقش هو والمغيرة، الإمام علي شافهم، شنو قال للعمار؟ قال يا عمار دعه، يا عمار عوف أخي ولي، هذا مو مال نقاش وحوار، دعه يا عمار. ولهذا على دوم أقول للمؤمنين غلط تقولون ناقشوا فلان وراجعوا علان وحاجوا هذا وشوفوا ذاك وذاك سأل جاوبوا، مو كل واحد، مو كل واحد. وهنا العلماء ليش ساكتين عن هذا وليش ما يحجون يذاك؟ يعرفون المن يحجون، يعرفون عن من يسكتون، مو كل واحد يتناقش، مو كل واحد يتجاوب، خلوا ببالكم.
إخوتنا الأعزاء، أحبتنا الكرام، هذه دروس بنهج البلاغة ثمينة، والله ثمينة، والله ثمينة. حتى تشوفون سكوت العلماء عن البعض مو من فراغ، أكو إلى أصول، يعرفون لمن يجاوبون وعن من يسكتون. الإمام علي شاف عمار يناقش المغيرة، قال له دعه يا عمار، فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا. هلا 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 شو الجمال هذا، شو التلخيص، عوف هذا، وهذا ما النقاش، هذا هذا ما يريد يوصل للحقيقة حتى تتعب نفسك وياه. هذا اللي عرفه من الدين بس اللي يفيده شنو؟ بالدنيا. الشغلة اللي تفيده بالدين بالدنيا يجلب بيها، أما الشغلة اللي هذا ما يوصل مو يمها هذا. فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربهم إلا ما قاربهم الدنيا، وعلى عمد لمس على نفسه. خاف تتصور هم الأمور نشتمها عليه وانت تريد تراوي الحق، لا، هو هم غش نفسه، وهو هم يدري بروحه غش نفسه مع سبق الأسرار. أحسنتم جزاكم الله خير. هذا أصلا يدري بروحه لا يضحك على نفسه، مو ما يدري، هذا مو غافل، هذا شيطان رجيم يعلم الشيطان على الجريمة. هذا العراقيين يقولون نفتش مو باللبن، هذا نفتش بالنجاسة، نفتش هذا شيطان، هذا كل شيء يدري. يقول له وعلى عمد لبس على نفسه. ليش يا أمير المؤمنين لبس على نفسه؟ ليجعل الشبهات عادرا لسقطاته. الله أكبر، الله أكبر، شنو هالجمال هذا، شنو هالتحليل للشخصية. الآن مو أكو ما يعبر عنه بتحليل الشخصية الإنسانية، دراسات في هذا الجانب، دراسات تحليل الشخصية الإنسانية ببحث الإسلام والإنسان. هنا رمضانين إذا يتذكرون الإخوة، رمضانين وانطبع كتاب تكلمت عن الشخصية الإنسانية وأقسامها، وسابقاً شلون كانوا يعرفوها من خلال البلغم وكذا وما أعرف السوداء والصفراء، وبعد مرور تلك الفترة شلون شو المعيار لفهم الشخصية الإنسانية، قالوا الجغرافيا، الإنسان اللي يعيش بالأرض الحارة يكون شخصيته كذا، والإنسان اللي يعيش بالأرض الباردة تكون شخصيته بشكل آخر. الدور تطورت الدراسة، قالوا الشخصية الإنسانية ما تعرف فقط من ذلك، وإنما من خلال معيار ثالث، وهذا كله طرحته بالسنين الماضية وانطبع. شوف ذولا اللي قاتلين أنفسهم على تحليل الشخصية الإنسانية، شوفوا علي بن أبي طالب شلون يحلل شخصية المغيرة على سبيل المثال. ولهذا أنا أقول ذولا أهل الاختصاص أحبابنا في هاي المجالات النفسية الاجتماعية الإنسانية، آخر وينهم عن هذا التراث الضخم؟ وينهم؟ يعني إلا اسم أجنبي يالله ندرس نظريته، إلا أجنبي؟ ليش؟ تعال شوف شو يقول علي بن أبي طالب، يا عمار فإنه لم يأخذ من الدين إلا ما قاربه من الدنيا، وعلى عمد لبس على نفسه، ليش؟ ليجعل الشبهات عاذرا لسقطاته. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره، بس هو يدري إيش قاعد يسوي بداخله، يدري يكذب على روحه. ولو ألقى معاذيره يعبر القرآن الكريم، هاي هم لبس الشبهات يعبر مولى الموحدين صلوات الله وسلامه عليه، وتكلم عن لبس الشبهات كثيرا. ما أدري بعد وقتي خلص، وقتي خلص المشكلة، وهواي عندي حكي بعد، شنو أسوي؟ قلوا لي، ها؟ شنو أسوي؟ ما كملت، ركضت، قللت التعليقات قدر الإمكان، قمت أمشي أسرع، كله ما فات. مثلا
أمير المؤمنين عليه السلام هنا في شلون خطبة حلوة 210 سأله سائل عن أحاديث البدع واختلاف الناس في الخبر، لما يقولون خبر شنو يختلفون به، ليش يا أمير المؤمنين؟ قال: إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما، وقد كذب على رسول الله، ثم يقول: وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس. أربعة، واحد من ذول الأربعة أهل الشبهات. يعني القسم الأول المنافق، رجل منافق مظهر للإيمان متصنع بالإسلام يكذب على النبي، خلاص الكلام نص صفحة الإمام علي مسولف عنه ما أقدر، يقول هذا منافق ويكذب على النبي ويسوي الحق شنو باطل وينسب علما للنبي، يقول له هذا القسم الأول ينقلون أحاديث النبي أهل النفاق. القسم الثاني يقول: ورجل سمع من رسول الله شيئا لم يحفظ، لم يحفظه على وجبه. المخطئ سمع الحكاية من النبي تصورها هالشكل، هي شنو شكل آخر، فهو منافق مثل الأول وخاطئ. ليش ما تجاوبني؟ خاطئ، ما سمعها عدل الحكاية من النبي، ما سمعها عدل. هذا. ورجل ثالث أهل الشبهة، وإحنا ببحث الشبهة، منو أهل الشبهة؟ يقول علي: سمع من رسول الله شيئا يأمر به ثم إنه نهى عنه، وهو لا يعلم، أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم، فحفظ المنسوخ ولم يحفظ. يعني مثل شنو؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور. ليش كنت قد نهيتكم؟ لأن آباء المسلمين كانوا مسلمين وكفرة. ليش ما تجاوبني؟ كفر، كلهم يعبدون صنم، فالنبي قال لهم لا تزورون قبور آبائكم لأنه كفر. هاي بالبداية النبي هيك قال لهم، بعدين النبي قال فزوروها فإنها تذكر الآخرة، لأن القام يندفنون بالبقيع منه مسلمين، قال لهم زوروها. فواحد سمع نهي النبي بالبداية وما سمع دعوة النبي لزيارتها في النهاية، فهو يجي للناس يقول لهم أنا سامع النبي بإذني يقول لا تزورون القبور. وشخص رابع اللي سمع وحفظ ووعى وصدق ويوصل كلام النبي كما هو، الإمام علي يقول. فيقول اللي يجوكم بالحديث عن النبي أربعة لا خامس لهم، ذولة واحد منهم أصحاب الشبهة، وإحنا ببحث الشبهة. أنا بس أسأل الإخوة سؤال: من واحد شهر رمضان لليوم إحنا ببحث الفتنة في نهج البلاغة والشبهة، لو كل موضوع من مواضيع نهج البلاغة وهي بالمئات أو لعله بالآلاف نريد نسلط عليه ضوء، إيش قد نحتاج وقت؟ أسأل، صار لنا 18 ليلة بحث واحد بنهج البلاغة، بقية مواضيع نهج البلاغة لو كلها نريد نسلط عليها ضوءا كما فعلنا مع بحث الفتنة والشبهة، إيش قد نحتاج إلى وقت؟ ليش تاركين هذه العلوم؟ علوم محمد وآل محمد. ورأيتم أهميتها وفائدتها مو فقط لديننا وإنما لدنيانا، يخليك تعرف شلون تتصرف كل حالة تمر أمامك شلون تواجهها، وهذا كله بيناه مفصلا. وهناك أمور أخرى في نهج البلاغة عن الشبهة والفتنة لم يتسع الوقت لها، نتركها إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى. تعبناكم ذني الليالي بهذا البحث؟ ما تعبنا إن شاء الله؟ طبعا لعلم الأحبة البحث كله كتب لحد البارحة، كتب من المتابعين جزاهم الله خير،
واليوم هم يكتب وإن شاء الله هم يطبع. يعني شبابنا أهل أن نثق بهم ونثق بوعيهم ونراهن عليهم، فجزاهم الله خير جزاء المحسنين حقيقة على كتابة هذه الأبحاث. ما أدري الليلة قبل ليالي أمير المؤمنين شو عاجبني، بس الوقت راح مني ما ظل هواي. عاجبني قبل ليالي أمير المؤمنين، الليالي الجاية بعد بس الإمام علي، عاجبني أذكر القاسم بن الإمام ابن الإمام موسى بن جعفر، ما أعرف ليش تجبالي كلش عاجبني هذا السيد الغريب المظلوم سلام الله عليه. عاجبني أذكر قصة للمؤمنين وناخذ حوائجنا إن شاء الله تعالى ببركة هذا السيد الجليل الغريب المظلوم، هذا اللي هرب من الطغاة بزمن العباسيين، ولما هرب أخذ طريق الفرات. أخذ شنو؟ طريق. ليش عود أخذ طريق الفرات؟ لأن هو قاري بروايات آباء أو أجداده أن الفرات يحب آل البيت وهم يحبون الفرات. الإمام الصادق يقول لو كان عندنا الفرات في المدينة لداوينا به أبناءنا. عندنا بالرواية ميزابان من الجنة كذا يصبن بالفرات يوميا. حنكوا أولادكم بماء الفرات، عندنا بالرواية الشريفة ابنك لما يجي فد قطرة من الفرات بفمه مع تربة الحسين عليه السلام وغير ذلك. أمتنا هواي يحبون الفرات، هواي هواي هواي. عندنا بالروايات أصلا أو بالأثر أن الفرات مهر الزهراء. الفرات شنو؟ مهر الزهراء عليه السلام. وهكذا أهل البيت يحبون الفرات. فالقاسم أخذ طريق الفرات ليش؟ لأن يدري الشيعة سامعين روايات من أئمتهم بفضل الفرات، فهم وين يسكنون عادة؟ بصف الفرات. الشيعة يحبون الفرات لأن أئمتهم يحبون الفرات، فهم عادة يسكنون على ضفتي الفرات. فهو القاسم أخذ درب الفرات، يعني إجا للعراق وأخذ هذا الطريق المكان اللي عليه فرات وقام يمشي إلى أن وصل إلى المكان اللي هو به الآن باخمرة. وكان متعب، سفر طويل وهو وحده، توقع من المدينة للعراق تبعد يعني يمك الحساب يعني، ووحده وغريب وما يظهر هويته وما يقول أنا منه صح. فكان متعب، شاف له في الشجرة والنهر، قعد تحت الشجرة يريد يستراح، يظهر الدنيا ظهر حارة مثلا ما يقدر يمشي. فشاف اثنين، ما كان منتبه، شاف اثنين بنات واقفات يم الماي ترسل ماي، وذن الاثنين البنات مختلفات بيناتن على قضية، هاي تقولها هالشكل ذيك تقولها هالشكل، مختلفات. ووحدة تقول للثانية الأمر ليس هكذا وحق صاحب بيعة الغدير. يا أخي هذا مفارق أهله خواته أخوانه بيته، عنده 35 أخو أخت القاسم، أولاد موسى بن جعفر وبنات زين، وهذا متربي ببيت عز وكرامة وقداسة، وصار لفترة هارب وما يقول هويته، وإذا يسمع وحق صاحب بيعة الغدير. وصاحب بيعة الغدير جدا جسمه كله رجف، اشتاق لهله. فإجا سلم على البنات، سلام عليكم. عليكم السلام. قالها أخويا ولو تدخل بس أنا مضطر أسألك، من تعنين بصاحب بيعة الغدير؟ راد يتأكد، خاف مقشمريهم. قال صاحب بيعة الغدير فلان. قالت له أو ما تعرفه؟ قالها أسأل. قالت له ذاك الضارب بالسيفين الطاعن بالرمحين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. اطمئن، قال هاي شيعية محبة إن يا الله. قالها أختي ممكن سؤال ثاني؟ قالت له تفضل. قالها الضيف إذا إجا بمدينتكم تستقبلوه يوم تستقبلوه؟ قالت له صدق تحكي؟ الضيف احنا شيعة علي بن أبي طالب على الرحب والسعة نفتح له قلوبنا وبيوتنا ويقعد معزز مكرم يمنا. قالها أنا ضيف وغريب وجاي من مسافة طويلة ومتعب وأريد استراح يوم يومين، تستقبلوني؟ قالت له أنا بتشيخ المنطقة، شيخ العشيرة هاي كلها، احنا بنات
وأبونا عنده ديوان مفتوح، ويا هو اللي يجي يسكن بديوانه ياكل ويشرب والى اخره. قالها زين أرد أمشي للديوان استراح يمكم؟ قالت له احنا نمشي ومشي ورانا. قالها انا ابويا معلمني ما امشي برا امراه، ما نمشي احنا برا نساء، أنا امشي قدامك وانت قولي لي يمين شمال وسطين البيتكم، احنا ما نمشي خلف النساء. تربيه منو؟ تربية باب الهوى موسى بن جعفر. كيفك مشى قدامهن وانه يمشن وراء، اخذ يمين اخذ شمال الى ان وصلنا. قال له هذا ديواننا واستراح. وراح عند ابوهن قال له هذا لقيناه يم الماي واجا ويانا هو راد كذا وشفنا منه حاله حلوه خوش حاله. قال إن شنو؟ قال له كذا وكذا، ما مشى ورانا مشى قدامنا. قال إن هلا بالضيف، احنا عرب والعرب ثلاث ايام ما يسألون ضيفهم منو شنو لوين منين، ما لنا شغل بي، ياكل ويشرب معزز مكرم بالديوان القاسم، ياكل ويشرب وينام وخطار يطبون يسلمون عليه والى اخره. من بعد الثلاث ايام هو اجى للشيخ، مو الشيخ اجاه، قال له يا شيخ أنا أدري العرب عندهم عادات وتقاليد، واحدة من عاداتهم أنه طعامهم وشرابهم بعد الثلاث أيام يصير صدقة، وأنا ما أحب آكل صدقة. ما قال له حرام علي الصدقة، قال له ما أحب آكل صدقة. قال له المطلوب؟ قال له يا شيخ أنا شفت بناتك يجيبن ماي وهن جابني إلك، والبنات صعب عليهن الماي وانتو تحتاجون الماي لكل شيء، للسبح للشرب كل شيء تحتاجون ماي، تردون ماي، ضيوفك يردون ماي، شنو رايك انا اذا كل يوم اجيب لكم ماي واجي ومقابل ذلك ابقى يمكم؟ قال له والله يا ابني اذا تجيب لنا ماي تتفضل علينا، احنا بامس الحاجه للماء، بس انا غير اعرف انت منو، انت شنو، ايش جابك علينا، انت ابن من، من يا عشيره؟ قال له يا شيخ تريد تخليني بهالشكل هذا بدون أن تسألني أبقى وياك، تريد تجبرني أنا منو شنو أتركك وأكمل طريقي؟ أنت بعد عوف هاي منو شنو ما تفيدكم، عوف خليني أخدمكم ما تريد؟ قال له والله ابني أبقى كم يوم للتجربة خنشوفك، أبقى بقى. قام كل يوم يروح يجيب ماي البيت الشيخ ويرجع بهالشكل، ايش يحتاجون ما يجيب لهم. يوم من الايام ذني البنات طالعات يم النهر قاعدات جوا الشجره ويسولفن بيناتهم، ضايجات شافن القاسم اجى يترس ماي وقعد يم الفرات وقال للفرات اتجري يا فرات؟ هو ما شافهن، ما شاف، هو يمشي مدنق ويرجع مدنق، تربية موسى بن جعفر. فشافنا يقعد يم الماء يقول له أتجري يا فرات وقد قتل الحسين وأصحابه؟ ويقعد فت ساعة ياخذ له يبكي يم الفرات ويترس القرب ويرجع. فراح نقلن الأبو هنقلن له هذا هواي خير، يوم بعد يوم قاعد نكتشف، هذا اليوم شفناه هتش يسوي. قلهن والله يا بناتي أنا ما أخفي عليه كن شيء، هذا من دخلنا خيرنا زاد، بركتنا زادت، مريضنا طاب، حوائجنا قضيت، هالولد هذا مبارك الشاب هذا، أهل القرية كلهم حبوه، أهل القرية كلهم يحجون باسمه، أنا ما أعرف هذا منين جانا هالشاب هذا، ما قاعد منين جانا. والمشكلة يا بنتي كل ما أريد أعرفه ما يرضى يعرفني بنفسه هذا الشاب، قتلني وأنا حبيته بعد ما أقدر أفرط به، بس المشكلة ما قاعد أعرفه منه هذا الشاب. المهم يوم من الأيام الشيخ يطلع لقضاء حاجة بالليل يسمع صوت بالديوان بكاء وتهجد، إجا لقى القاسم ساجد ويدعو ويبكي والديوان كله نور من القاسم ورائحة طيبة من القاسم وجمال من القاسم.
قال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صار هجوم في يوم من الأيام مع النواصب على تلك القرية، والجيش اللي تقدم ما قدر يصد الهجوم. القاسم بصف الشيخ قال له يا عم ناولني سيفك، أنطى سيفه، هجم عليهم، خلى يمينهم شمال وخلى شمالهم يمين. الشيخ هنا قالهم هذا الشاب مو طبيعي يا ناس، لا بعبادته لا بدينه لا بتقوى لا بشجاعته لا بعفته لا بكرامته لا ببركته، هذا الشاب مو طبيعي، أنا ما أعرف هذا منه. وجمع عمامة هذا الشيخ قالهم يا جماعة هذا صار لفترة يمي وأنا حبيته وردطي واحدة من بناتي، تقبلون ما تقبلون؟ قالوا له نقبل بشرط. شنو؟ قالوا له كونت عرفه ننطي بتنا، الواحد ما نعرفه شلون يصير؟ قالوا ما نسأله. قعد الشيخ قال له ابني حبيناك والقرية حبتك والدنيا كلها حبتك، كل السولف بيك، ورد زوجك واحدة من بناتي تقبل؟ قال له أقبل يا عم. قال له بس ابني. قال يا شيخ إذا تريد تقول حسب ونسب لزوجني، خليني أجيب لكم ماي وكافي، اترك حسبي ونسبي، اترك اسمي وأهلي، اترك سكني ومدينتي، عوفني بحالي، لا بصالحي ولا بصالحكم وأخاف عليكم. قال له والله يا ابني أنطيك بنتي حتى لو ما تقول لي بحسبك ونسبك، راضي أنا حبيتك. الشيخ سولف ويا بنت، قالها أنت بتقعدين ويا بالليل سولف ويا، ما معقولة ما تعرفين اسمه، أنت زوجته بعد أقرب الناس إلى الزوج القاسم، زوجته قعدت يمه. قالت له عرفني باسمك حسبك. جرت دمعته على خده، قالها ما أقدر، هذا ما أقدر، كيفك. مشت الأيام، اجت السنين، صار عنده بنية سماها فاطمة. هاي فاطمة يوم من الأيام أبوها مدللها لأن يدري هاي بتمة، عرف هاي من وجد أملا. أبوها مدللها، هاي فاطمة مدللة. يوم من الأيام شاف فاطمة تبكي، ضاقت الدنيا بعين القاسم. قال ليش تبكين؟ قالت له بالشارع يقولون أبوك ما عنده لا حسب ولا نسب، دول الأطفال. قعدها بحضنه قالها بنتي لو تعرفين أنت منو جدك منو. الله كريم. مرض القاسم ومرض خلاه طريح فراش، وقام تسوء حالته يوم بعد يوم. العرب اجتمعت على الشيخ قالوا له ترى وصلت حدها، هذا راح يموت، مرضه مال موت، والهسه ما نعرف منو وبتك بت منو، هاي بتك بت منو ما ندري يصير. قالهم لا والله يا عمي ما يصير. قالوا له دي سئله قبل لا يموت. اجى الشيخ قعد يمه قال له ابني ولو انت على الفراش ولو انت مريض ولو انت متاذي، بس انا بعد كون اسئلك يا ولد، ان شاء الله عمرك طويل، ولكن هاي دنيا واحنا كنا نموت. قال له يا شيخ لا تسال، انا الان اجيبك بحسبي ونسبي. لا تسال الان، انا اجاوبك بلا سؤال، خلاص انا بعد هذا وقت الجواب الان، لان انا وافد على ربي. قال له شلون دريت؟ قال له ابي اخبرني. ابويا قال قال له منو أبوك اللي أخبرك؟ قال له يا شيخ من إمامك؟ قال إمامي والإمام موسى بن جعفر. قال له يا شيخ أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. الشيخ ما استوعب، قال له ابني أنا ما قاعد أعرف شو تقول، ما استوعبت الحكاية، أنت منو؟ قال له أنا القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، أخويا الإمام علي بن موسى الرضا، أختي السيدة فاطمة المعصومة، أنا ابن رسول الله، جدتي فاطمة الزغراء. الشيخ قالهم ناولوني ترابا أحذو على رأسي. شغلنا بالديوان القدامى،
سود الله وجهي سيدي، بعد ماكو ولدي صار الحكي سيدي. سود الله وجهي سيدي، قال بيض الله وجهك يا عم، لقد آويت غريبا مطاردا وزوجت غريبا يا عم. بس يا عم عندي منك طلب قبل موتي، قال له قول يا سيدي أمر يا سيدي. قال له إذا مت تدفنوني يمكم وأنا أمان لأهل منطقتكم، بس أريد فاطمة ما تبقى يمكم، أنتوا أشراف وكرام وشيعة أهل البيت، بس هاي البنية جدها المباشر الإمام موسى بن جعفر، فهي ما تبقى يمكم. قال له وين أوديها سيدي؟ قال له عدنا بيت بالمدينة اسمه بيت الأرامل واليتامى. وديها ذاك البيت. قال له ابني أنا ما واصل سيدي، ما واصل للمدينة. قال له يا عم انت بس توصل المدينة، المدينة مدينتي ومدينة فاطمة، هي راح تمشي امامك وانت امشي خلفها، اينما وقفت اطرق الباب راح تطلع لك امرأة تعرف فاطمة من ملامع وجهها. ثم مات القاسم سلام الله عليه، ضجت مدينة القاسم بقي، شيع أحسن تشيع ودفن. الشيخ أخذ فاطمة وتوجه نحو المدينة، لما وصل إلى المدينة المنورة وإذا بفاطمة تتقدم الشيخ وتمشي، وهي عمرها ما واصلة للمدينة، وقفت عند باب طرقها الشيخ، خرجت امرأة ما إن نظرت إلى فاطمة، قالت أرى ملامح وجه ولد القاسم. ثم أغمي عليها، هنا الخطباء يقولون بس شافت البنية أغمي عليها وهي لم ترى القاسم وما جرى عليه. شاش تقول زينب بنت أمير المؤمنين لما رأت الحسين بتلك الحالة، أنا ريد أنشد الخيال المجبلين، اللعبة على ابن أمي ميادين بعد يون لو بطل حسين، يا بعد يون لو بطل حسين، يا ناس ضيعت البصيرة ومثل حيرتي ما سدت حيرة، أخويا انشت الوان أسيرة. والله أخويا انشت الوان أسيرة. أحمى الضائعات بعدك ضعنا. سيدنا سيد مصطفى حبيبنا، مشايخنا شيخنا شيخ حسين، مشايخنا شيخ. إلهي بمحمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، عجل فرج مولانا يا الله، اجعلنا من خدامه من المستشهدين تحت لوائه، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنغار، بمحمد وآله الأطهار. اللهم ادفع هذا الوباء عنا، اللهم صل على محمد وآل محمد، وتقبل من المؤسسين أوصل مجلسهم إلى إمام زمانهم، اكتبه في صحائف أعمالهم، إلى أمواتهم أمواتكم، أموات شيعة أمير المؤمنين، علمائنا الماضين، خدام الحسين، نهدي إلى الجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.